وزارة الداخلية مسكت الفترة اللي فاتت دي، النهاردة هي أعلنت عن في خلال 48 ساعة، أنا آسف، خلال 48 ساعة ظبطت 620 قضية سجاير، منها سجاير بتتباع بأزيد من السعر، منها سجاير بتتحجب بتتشال، منها سجاير تهريب خارجة من الرسوم الجمركية. لكن حضراتكم متخيلين إنه إحنا بنتكلم عن 620 قضية سجاير في 48 ساعة، وده بيقول بشكل مباشر كده إنه في أزمة أو في مشكلة مرتبطة بالسجاير. هل ده صحيح ولا لا؟ هنحاول نتأكد ونعرف. إحنا بالتالي دلوقتي معانا الأستاذ هاني، برحب بحضرتك معانا. أستاذ هاني أمان، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. حضرتك لما يعني لما يبقى عندك ضبطية من الداخلية في 48 ساعة 620 قضية سجاير، يبقى السوق ما فيهوش سجاير ولا أنا غلطان؟ بص حضرتك، طبعا احنا الحقيقه في يونيو من كل سنه اولا بنتعرض لموضوع شهير جدا، هو موضوع الضرائب الجديده اللي بتنزل من الدوله والاسعار الجديده، وطبعا بيحصل نوع من انواع التخزين من التجار علشان الاستفاده من هذه. دي قصه بتحصل كل سنه ومتعودين عليها الحقيقه وبنتعامل معاها. زاد علينا السنه دي موضوعين تانيين. الموضوع الاولاني طبعا هو جائحه الكورونا اللي حصلت، وحصل فيها نوع من إغلاق بعض الأنشطة ومنها الكافيهات وكل أنشطة الانترتينمنت يعني. فالناس اللي كانوا بيشربوا معسل وخلافه اتجهوا للسجاير، فده أصبح ضغط كمان في وقت يعني الطلب على السجاير زاد في الفترة اللي فاتت. زاد، وكمان يا فندم حصل نوع من التحول من بعض اللي كان بيشيش بقى بيدخن. اللي بيشيش ده دي نمرة واحد، اللي كان بيشيش طبعا ما بقاش فيه حتة شيش فيها فبيشرب سجاير. نمرة اثنين، بعض الدخول لبعض الفئات قلت جدا، زي كل طبعا الأنشطة اللي وقفت وقفلت خلال الفترة اللي فاتت دي، فبعض الناس تحولوا من السجاير الأجنبي إلى السجاير المحلية اللي رخص ثمنها، فده ضغط تاني على الموضوع. فإحنا بقينا في فترة قصيرة عندنا ضغط من ثلاث جهات. نمرة واحد، الناس اللي كانوا بيشيشوا على المقاهي بقوا يشربوا سجاير، دخلت فئات جديدة من المدخنين، بيشربوا أجنبي بقى يجي عندي، وده مقدر بحوالي 25-30%. والتخزين اللي بيحصل خلال اليومين دولت هو بدليل موضوع القضايا اللي فيها تعاون مستمر مع وزارة الداخلية والتموين وخلافه. احنا الحقيقة دي تنسيق على مستوى عالي جدا، واحنا كمان في نفس الوقت احنا طبعا كشركة ملتزمة بصحة العاملين بتوعنا أو الناس اللي عندنا. طبعا الإنتاج عندنا ما أقدرش أقول إنه يعني إحنا بنحاول نحافظ عليه في أعلى صوره، لكن لما تجي لي حالة اشتباه في أي مكان أضطر إن أنا أعقم، يعني أنا شغال تعقيم علشان أحافظ على سلامة صحة. وده قلل من كثافة إنتاجك أو معدلات إنتاجك؟ والله يعني بنسبة نقدر نقول من 5-10% تقريبا خلال الفترة اللي فاتت، بس ده طبيعي لأن إحنا يعني انا لما يجي لي واحد يقول انا سخن مثلا، بغض النظر عن ان هو عنده حاله ولا ما عندوش حاله، انا بروح مدخن للشركه تطهر فورا، فبقف في المكان 3-4 يعني فتره لغايه ما اطهر واطمن على اللي حصل. طبعا احنا في ظل جائحه طبعا زي ما احنا عارفين وفيها مشكله عامه، يعني احنا اقل الشركات نقدر نقول تضررا في هذه الفتره من السنه، والحمد لله ربنا اراد ان احنا نكون على مستوى عالي في الانتاج وبنحاول نغطي على قد ما نقدر. احنا انتوا السلعة الوحيدة اللي عمر ما السعر بتاعها اثر على استهلاكها. يعني مش عارف اقول اذا كان ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، لكن نقدر نقول ان احنا بنحظى في صناعة، يعني بما اني بقود هذه الصناعة يعني طبعا ده شيء كويس بالنسبة لي. فعلا احنا حتى في الزيادات السعرية الموجودة ما زلنا بنبيع كفائتنا او الكفاءات بتاعتنا على اعلى مستوى.